السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفو جميع البرنامج اللي كيخولنا اننا نعملو لي فاكتور ولي دوفي بواحد الطريقة اللي هي سهلة وسلسة، هادشي اللي كيخلينا اننا كننظمو يعني بواحد الطريقة اللي هي مميزة تو سكي فاكتوراسيون اي دوفي، وكيخلينا يعني نتخلاو على لاكسيس والاكسل والوورد، بما ان هاد لابليكاسيون كتنظم لنا بواحد الطريقه رائعه لي فاكتور و لي دوفي ديالنا. هنا كما كتلاحظوا البرنامج كيعمل على متصفح، وهذه ميزه من المميزات ديال البرنامج. علاش؟ لانه كيخلينا اننا ناكسيديو ليه او نتكونيكتاو ليه من اي بلاصه كنا فيها، ماشي بالضروره اننا نكونوا في مقر العمل ديالنا، كنحتاجو باش نتكونيكتاو لي غير الكونيكسيون انترنت و استضافة، يعني وحتى من الهاتف ديالنا يمكننا ناكسيديو للبرنامج بما انه في متصفح. اذا غادي ندوزو كما كتشوفو البرنامج، هذه الواجهة ديالو. كنحتاجو نو ديتيزاتور و مود باس، بطبيعة الحال نو ديتيزاتور مود باس باش ناكسيديو للبرنامج. هنا لتحت كما كتلاحظو في حالة اننا ما بقيناش عاقلين على المود باس او مشينا المود باس، كيمكننا نعملو مود باس اوبليي. وهنا كما كتلاحظوا كيطلب منا الادريس ايميل او البريد الالكتروني اللي بطبيعه الحال سبقنا وسجلناه في لي بارامتر ديال هذا البرنامج، وهادشي اللي غادي نشوفو من بعد. كتعمل البريد الالكتروني ديالك، كتعمل اونفوي، من بعد كيعطيك الطريقه او كيبعث لك الطريقه كيفاش يمكن لك استرجاع الرقم السري ديالك. اذا هنا غادي نعملو فيرمي وغادي نديرو اونتري باش ندخلو البرنامج. هنا كما كتلاحظوا هذه هي الواجهه، الصفحه الرئيسيه ديال البرنامج. حنا حاليا في طابلو دو بور، الطابلو دو بور كيعطينا يعني نشوفو جميع التعاملات. هنا كتلاحظوا كاين فراغ، يعني ما كاينش حتى شي تعامل اللي وانا تعمدت انه ما يكون حتى شي تعامل، باش نعمل واحد السيناريو اللي هو بسيط ونشوفوا غير واحد النبذه على البرنامج كيفاش كيمكن له يشتغل. هنا لو طابلو دو بور كما قلنا كيخلينا اننا نشوفوا جميع التعاملات ونبحثوا عليها بواحد الطريقه اللي هي سلسه. يمكننا نعملوا اون غوشيرش بلا دات، يعني دوبي تل او لا دات، يعني كيمكننا نعملوا لا دات مناش حتى لاش، ولا كيمكننا نشوفوا سواء بالسيمانة اللي فاتت، الشهر اللي فات، العام اللي فات، خمس سنين، أو هاد السيمانة، هاد الشهر، إلى غير ذلك. كيمكن لنا نديرو بحث أيضا طريقة الستاتيو، يعني شنو هو الستاتيو؟ هو أن لا فاكتور ولا الدوفي ولا التعامل واش باقي أوفر مفتوح أو فيرمي، يعني اللي هو تسد وتم التعامل معاه بنجاح، أو إشوي ماداش أو بغويون، يعني بحال قلنا الوساخ. هنا كنقدروا نبحثوا ايضا واش لي فاكتور اللي تونفوياو اللي تبعتو عن طريق البريد الالكتروني، عن طريق السيري، او عن طريق الاسم ديال لو كليون او الشركه، وعلى طريق كلمه افتتاحيه، يعني كلمه كنا وضعناها من قبل كتسهل لنا اننا نبحثوا على الدوفي ولا نبحثوا على لا فاكتور. هنا لو مونطو، هنا كيعطينا هذه المعلومات فاش كيكونوا تعاملات، هنا الغوسيو اللي توصلنا به اللي باقي كنتسالو او اللي ماداش، وهنا كيعطينا التوتال والنت والتاكس. اذا هنا كاينين سات لي زونغلي، باغمي هاد لي زونغلي هذا كاين طابلو دو بور، كاين فاكتور بطبيعة الحال، كاين فاكتور ريكورونت، يعني لا فاكتور ريكورونت هي الفاكتور اللي كنستعملو بواحد الصفة دائمة، مثلا من 3 أيام 3 أيام، سيمانة، او من نهار لنهار، يعني كنحاولو نبرمجوها وكتكريا او كتعمل بواحد الطريقه اوتوماتيكيه، يعني ما نحتاجوش كل خطره نعملوها. هنا كاين بطبيعه الحال لي كليون، لي كليون اللي عندنا، لي كليون عندنا هنا الدوفي، وعندنا لو برودوي اي سيرفيس، يعني البرودوي اللي كنعملو او السيرفيس اللي كنعملو. قبل غادي نحتاجو نمشيو للبارامتر باش نشوفو واحد النبذه على لي بارامتر. لي بارامتر بطبيعه الحال كنعملو الاسم ديال الشركه، تكست ليغال، لي كونديسيون ديالنا، الشروط، كنعملو لادغيس، كنعملو رقم الهاتف، الفاكس، الايميل، الموقع في حالة الا كان عندنا موقع، كنعملو بطبيعة الحال اللوغو. اللوغو كيمكننا نبحثو عليه في جهاز الكمبيوتر ديالنا،
من بعد العملة بطبيعة الحال، هنا التي فيا كيمكن لك تعمل تي فيا 20% وتاجوتي تي فيا اخرى يعني بواحد المونطو اللي 18% او 14% على حسب التعامل ديالكم. هنا السيغي دو فاكتوراسيون، وهنا البارامتر ديال البي دي اف، البي دي اف اللي كيتعطاك تا لا فاكتور ولا الدوفي واش ا4 ولا شوف على حسب اللي بغينا. هنا كنعملو سوفغاردي، ومن بعد عندنا هنا لي زوتر بارامتر. كاين بارامتر جلوبو، هاد البارامتر سي ابروبو ديالنا حنايا باش كيمكننا ناكسيديو اون كونيكتاو لابليكاسيون كنعملو لادريس ايميل. هادي هي لادريس ايميل اللي كيبعث لنا فيها في حالة الى نسينا المود باس. هنا كنمكننا نبدلو المود باس الى غير ذلك. هنا امبريسيون دي موديول، هادي من الاحسن نخليه بار ديفو الموديول الى بغينا مثلا نحيدو الموديول كليون هذا ما يبقاش عندنا، ولا موديل دو في كنديكوشيوه وكنعملو سوفغاردي كيتحيد من هاد لي زونغلي، من هاد السات لي زونغلي هادو. اذا غادي ندوزو واحد السيناريو اللي هو بسيط، غادي نحاولو نبداو بالبرودوي او سيرفيس اللي عندنا. عفوا، هنا غادي نحاولو ناجوتي واحد نوفو برودوي ولا نوفو سيرفيس على حسب التعامل ديال الشركه ديالنا. هنا كيقول لي نوفو برودوي سيرفيس، غادي نعمل له نوفو برودوي سيرفيس. هنا واحد لا ريفيرونس، طبيعة الحال كل برودوي ولا سيرفيس عنده اون ريفيرونس. انا على سبيل المثال غادي نعمل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة غير باش نتيستيو. ديسكريبسيون كيقول لك عمل لي واحد ديسكريبسيون، شنو هاد البرودوي، شنو هاد السيرفيس هذا. غادي نحاولوا نعملوا ديسكريبسيون مثلا البرودوي شنو هو، شنو هاد البرودوي بالضبط، ولا شنو هاد السيرفيس. نحاولوا نعملوا حنا سيرفيس، غادي نديروا مثلا انستالاسيون مثلا على سبيل المثال ايكيبمون مثلا. وهاد الانستالاسيون شحال كتقام، كتقام مثلا نقولوا 500 درهم، وكنعملوا سوفغاردي باش نسجلوا هاد المعلومات. طبعا هاد المعلومات تسجلوا علامه الخضراء. من بعد السيناريو ديالنا هو هاد البرودوي، عندنا واحد لو كليون غادي نعملوا له دوفي، ومن بعد غادي تاكسبت الدوفي، غادي نعملوا له ان فاكتوراسيون فاكتيرو. اذا غادي ندوزو لو كليون، طبيعه الحال غادي ناجوتيو كليون. عفوا، ناجوتيو كليون، نقدروا ناجوتيو لي كليون اللي بغينا على حسب العدد اللي بغينا. هنا مثلا لو نون دو كليون او الشركه مثلا على سبيل المثال، غادي نعملو فابيك مثلا اسم شركه، سي ار سي او روجيست كوميرس او ايدونتيفيون ليغال دو كليون مثلا. حنا على سبيل المثال غادي نعملو اي حاجه، هذا غير مثال، مثلا هذا الرقم هذا كيقول لي هنا اعمل نيميرو دو كونتاكت، رقم الهاتف ديال الشركه مثلا. نعملو اي حاجه، الايميل مثلا، البريد الالكتروني ديال الشركه، غادي نعملو اي حاجه، email.com. هنا لادريس فاكتوراسيون، لادريس ديكسبيديسيون، يعني يمكننا نعملو لا ميم ادريس، كاينش مشكل. في حالتي كانو دوز ادريس نعملو دوز ادريس. المهم حنا غنعملو اي حاجه هنا مثلا سبيل المثال، مثلا ادريس كيما كانس مثلا، وكنعملو تسجيل سوفغاردي، كتسوف غاردا. اذا هنا عندنا كما كتشوفوا فابيك ليدونتيفيون ديالها، دي مازال ما كاينش شي تعامل، زيرو. هنا لو برودوي سيرفيس، عندنا ان برودوي اللي هو هذا انستالاسيون ايكيبمون. اذا غادي ندوزو مباشره دوفي، دونك هنا ما عندنا حتى شي دوفي من قبل، سينو الا كانوا عندنا دي دوفي قبل نفس الطريقه ديال لي ريغيرش، بلا دات، بلا سمان، لو موا، اكسيتيرا، ستاتيو سسبوندي، روجيتي، ابروفي. لان كاين ثلاثه لي ستاتيو، سوا انه اون كور مازال جاري، مازال ما عرفناش واش اكسبتا ولا ترفيزا، روجيتي تروجيتا ما وقعش اكور، ابروفي يعني بانه راه تابروفا وتقبل. اذا غادي نبداو نوفو برودوي، باردون نوفو دوفي. هنا لانفورماسيون ديال لو كليون، غادي نحاولوا هنا كما غتلاحظوا واحد الطريقه اللي هي مميزه في
حاس اننا ما غاديش نبقاو كل خطره نعملوا اسم او هذا. ديجا عندنا ان كليون اللي هو واحد فابيك غادي نعملوا غير اف ا طريقه اوتوماتيكيه غيعطينا الاسم. الا كانوا عندنا اكثر من اسم غيعطينا دائما الاسم من جوج الحروف الاولى غادي نعملوا فابيك غادي كليكيو على فابيك. كما كتلاحظوا اوتوماتيكمون عطانا ليدونتيفيون ليغال عطانا رقم الهاتف عطانا الايميل عطانا لادريس وهادشي غيسهل لنا بطبيعه الحال لا كرياسيون ديال هاد الدوفي. اذا عطانا هنا لي زانفورماسيون ديال اليوم قعدنا البرودوي ولا سيرفيس غادي نجيو هنايا دات ديميسيون حنا امتى غنصيفطوا هاد لا دات ديال هاد الدوفي هذا غنديروا مثلا لا دات لو 16 ولا غنمشيو هنايا غنديروا لو 16 جانفي نديرو هنا من الاحسن نديرو اكتوبر 2016 فوالا كما كتشوفوا دات ديميسيون. هنا نفس الطريقه ديال لي كليون عندنا ان برودوي الا بقيتو عاقلين كنا عملنا واحد جوج ثلاثه اين فوا غادي نعملو واحد جوج غادي يعطينا لو برودوي المعلوم اين فوا غنضغطو عليه غيعطينا ديسكريبسيون انستالاسيون ايكيبمون لو كو ديال اونيتير عطينا 500 درهم الكونتيتي وحده مازال ما بدلناش الكونتيتي الطاكس مازال ما عملناش الطاكس غادي يمكننا نعملو اجوتي وغادي نزيدو الطاكس اللي عملنا اللي هو تي فيا ديال 20% الغوميز مازال ما عملناهاش. اذا هنا عطانا الكالكول بطريقه تلقائيه يعني لنا 500 درهم. اذا الى زدنا مثلا عملنا واحد 4 ديال لي زونيتي 4 ب 2000 درهم غادي تعمل بحال هكا غادي يعطينا 2400 درهم يعني 400 درهم ديال الطاكس ها هي 2000 درهم ديال سو توتال الغوميز مازال ما عملنا فيها حتى شي حاجه. مثلا غادي نعمل واحد الغوميز ديال 4% اللي كتعطينا تقريبا غوميز ديال 80 درهم فوالا كما كتلاحظوا انا الغوميز 80 درهم طاكس عطانا في الطاكس 384 درهم فوالا في الغوميز لان كاين اون غوميز فوالا. وهنا الدوفي ديالنا ها هو يعني في واحد المده اللي هي وجيزه جدا. انا كما كتلاحظوا لانفورماسيون كونديسيون اللي كنا عملنا قبل في لي باغامات ما نحتاجوش نعملوها كل خطره. لا نوت يمكننا نزيد واحد لا نوت هنايا باش نذكروا الدوفي يعني خصائص ديال الدوفي بالضبط. هنا لو تاغ يعني كلمة مفتاحية اللي يمكننا نقلبوا على الدوفي بها بطريقة اللي هي سلسة كنعملو هنايا سوف غاردي نسجلو ولا نسجلو نبعثو في نفس الوقت نبعثو به في ايميل كيمشي لنا لهذا الايميل هذا ديال الشركة المعنية بالامر. هنا غادي نعملو سوف غاردي كوم غويون بحال وسخ ولا غادي نعملو سوف غاردي مباشرة. انا بطبيعة الحال ما عملناش ستاتيو غادي نرجع من بعد غادي نعمل ستاتيو ولا نعملو دابا نيش غادي نقولو اون سوسبون سيسبون يعني باقي اون كور باقي ما تقبل ما حتى شي حاجه غنعملو سوف كاردي. كما كتلاحظوا ملي سجلنا عطانا هنا واش تكري فاكتور ولا تسجل عاود وتصيفط باغ ايميل ولا تشوفو بي دي اف ولا تامبريمي ولا تيفاسي. انا غادي نحاولو نعملو بما ان ما عملناش ستاتيو غنعملو اون كور غادي نسجلو وغادي نشوفوه في الدوفي كيفاش كيتعطانا. ها هو تسجل حنا نرجعو للدوفي وغيعطينا بان هاد دوفي رقم واحد فابيك اللي تعمل فهاد لاداس اللي هو اون اتونس. اذا دوفي في حاله تبعتنا به فرضيا انه تقبل غادي نرجعو هنايا بطبيعه الحال هنا كيمكننا نكوشيو بحال هكا ونصيفطوه لادريس ايميل ديال الشركه او نشوفوه في لامبريمي او نشوفوه في بي دي اف عفوا او نامبريميو. اذا حنا غادي نحاولو ندخلو باش نعطيو ستاتيو انه راه تقبل. اذا غنبدلو ستاتيو هنا غادي نعملو ابروفي ومن بعد اوتوماتيكوم بما انه هو تقبل غادي نعملو اون فاكتور غادي ندير له سوف كاردي وكريينا لا فاكتور اسيتي. اذا مباشره هاد دوفي تانغوجيسترا ها لا فاكتور كريي افيك سوكسي. اذا هنا الى جينا هنا للدوفي نعاود نرجعو غنلقاو بما ان الدوفي ابروفي تبدل له ستاتيو ديالو ندوزو مباشره الفاكتور فاكتور ها هي غادي نشوفو بان مازال ما تكونش لنا هنا نيميرو لانها بقع في البغيون مازال ما عملنا فيها حتى شي حاجه مازال ما خديناش فيها الفلوس. هنا فابيك هنا لا دات فاليداسيون هنا البيمون. اذا هنا غادي ندخل
مباشرة بطبيعة الحال نفس الشيء بالنسبة لفاكتور امبريمي بي دي اف اكسيتيرا. هنا غادي ندخل غادي نضغط على لافاكتور المعنية بالأمر، غادي نلقاو نفس المعلومات نفس الخصائص نفس الثمن إلى غير ذلك. هنا غادي نجيو غادي نعملو انكوشيو هادي يعني فورسي لا فيرميتور، على أساس أننا استلمنا مبلغ المعني بالأمر ديال هاد لافاكتور، غندير له فورسي وغادي نسجلو بحال هكا. إذن هنا سلمنا المبلغ، عملنا فورسي على فاكتور تكونس، يمكننا بطبيعة الحال نبعتوها بطبيعة الحال غيكونو بعتناها من قبل، أو نشوفو البي دي اف أو نأمبريميوها. هنا غادي نجيو لافاكتور باش نرجعو للستاتيو ديالها، غادي نلقاو بأن لافاكتور فيرمي. ها هي لا دات، دات فاليداسيون في تقريبا في شهر 11، يمكننا نبدلو لا دات على حسب امتى وقع التعامل بالضبط. هنا واحد الخاصيه اللي مميزه هنا في هذا البرنامج، وهو ان حنا عندنا التوتال وكنتسالو نفس المبلغ. هنا البيمون نضغطوا على البيمون اجوتي بيمون، شحال خدينا مثلا لنفرض هذا لو كليون هذا خلصنا اموتي عطانا النص ديال الخلاص، غادي نديرو اجوتي بيمون وغنديرو لا دات بالضبط اللي عطانا فيها الخلاص، مثلا في نوفمبر ونعملو الثمن اللي تعطانا، مثلا غادي نقولو عندنا 2300 نعملو 1150 مثلا 1150 نسجلو يعني النص ديال المبلغ تقريبا. اذا هنا كلشي تسجل، يمكننا نرجعو للطابلو دو بور. طابلو دو بور غادي يعطينا التعامل الاخراني اللي هو فابيك لا دات، هنا دي شحال باقيين كنتسالو 1154، بما انه خدينا غير 1150 درهم. كما كتلاحظوا هنا تفاصيل اكثر، هاش شحال استقبلنا، هاش شحال باقي، وها التيفيا الثمن ديال التيفيا، ها التوتال، ها لونيت، وها التاكس. اذا كيمكننا كما كتشوفوا هنايا هذا سيناريو بسيط، يعني من خلال التعامل بالدوفي، من بعد دوفي عملنا فاكتور، ومن بعد لا فاكتور كنشوفوا لو ديتاي ديالها اكزاكتومون. هنا كيمكننا نرجعوا عاوتاني نفس لا فاكتور نعملوا بايمون، وبايمون غادي ناجوتيو مثلا كنشوفوا هنايا راه عندنا 1500 درهم، ناجوتيو مثلا ان اوتر بايمون مثلا تعطانا في نوفمبر في ديسمبر تعطاتنا فيه مثلا نقولوا 1154 درهم، باش نشوفوا شحال سجلنا. غنعملوا سوفغاردي، فوالا سوفغاردي عطانا غوشو المونطو كله الاجمالي دو شحال كنتسالو، بقينا كنتسالو والو بيسكو وصلنا كلشي. وكما كتلاحظوا هذه هي الطريقه، عملنا واحد السيناريو اللي هو اللي بسيط باش يبين لنا واحد النبذه على البرنامج، وغادي نشوفوا بتفاصيل اكثر تفاصيل ممله جميع الخصائص ديال هذا البرنامج. ومساله اخيره قبل ما ننهيو هذا الفيديو هذا، غادي نحاولوا نشوفوا الشكل قبل ما ننسى، الشكل ديال لي فاكتور وديال لي دوفي الوقيته اللي غنبغيو نامبريميوهم، او الوقيته اللي بغيو نسجلوهم عندنا في سطح المكتب ديال الكمبيوتر ديالنا على شكل او صيغه بي دي اف. غادي نرجعوا هنا لا فاكتور، وغادي نمشيو لهاد لا فاكتور الاولى ديال فابيك، غادي نعملو نكوشيو على لا فاكتور المعنيه بالامر ونعملو بي دي اف باش نشوفو الشكل ديال لا فاكتور في صيغه البي دي اف. انا تكونت لا فاكتور، غادي نضغطو عليها، وهذا هو الشكل النهائي ديال لا فاكتور. هنا عندنا بواحد الشكل متناسق وجميل، يعني عندنا هنا لوغو لا فاكتور، فوالا هنا المعلومات ديال الشركه ديالنا، المعلومات ديال لو كليون المعني بالامر فابيك، هنا لانستالاسيون ايكيبمون كما عملنا 500 درهم الى جانب جميع المعلومات. كذلك نفس الشكل بالنسبه للدوفي، الى حاولنا نمشيو للدوفي عملنا رؤيه بصيغه البي دي اف، هنا غادي نعملو بي دي اف، غادي يعطينا الشكل النهائي متناسق ديال دوفي
في صيغة البي دي اف نفس الشكل. الفرق اللي كاين هنا بانه انه دوفي ماشي فاكتور. كذلك بالنسبة الى بغينا نامبريميو كنعملو كنضغطو على امبريمي كيعطينا فوالا شحال بغينا نامبريميو لابيرشو ونعملو لامبريسيون ديالنا. فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى ان هذا البرنامج ينال الاعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.